طيب حملة متطوع في الجيش المصري كان ليها شرف ان هي بتشارك في حفل تدشين نقابة العسكريين المتقاعدين، وده لانه احنا في عن بروتوكول عمل بين النقابة وبين حملة متطوع في الجيش المصري. اعضاء نقابة العسكريين المتقاعدين كانوا من اوائل الناس اللي انضمت لحملة متطوع في الجيش المصري، من اوائل الناس اللي وقفت معانا ودعمتنا، كانوا بينزلوا معانا في الوقفات التضامنية ويجمعوا معانا الاستمارات، كانوا بيقفوا معانا في الميادين يحمونا لما بتطلع علينا مظاهرات الإخوان. فكان طبيعي كان عن نبذة صغيرة كده عن الحملة بتاعت متطوع مصري أو عايز يتطوع أو الفكرة المتطوع في الجيش المصري. دي حملة شعبية طبعا، حملة شعبية واللي أطلقها مجموعة من الصحفيين والإعلاميين في شبكة عاجل نتيجة رصدهم ومتابعتهم للأخبار الدولية. لقينا إن في هجمة شرسة جدا على الجيش المصري والقوات المسلحة وعلى مصر، وإنه المجتمع الدولي بيحاول يصدر فكرة إن 30 يونيو ده كان انقلاب ما كانش ثورة شعبية. فإحنا بنحاول إن احنا نصحح الفكرة دي، بنحاول إن احنا نوجه رسالة للمجتمع الدولي، وده من خلال إن احنا بنحاول نجمع أو هدفنا إن احنا نجمع 45 مليون توقيع على الاستمارات نسلمهم في مؤتمر عالمي صحفي عالمي لقائد القوات المسلحة ولقيادة الجيش. بنقول لهم فيه إن احنا كلنا مستعدين للتطوع في الجيش المصري، بنقول للمجتمع الدولي الشعب المصري واقف ظهير قوي لقواته المسلحة، إن اللي حصل عندنا ده كان ثورة شعبية، شعب من الجيش والجيش من الشعب، شعبنا كله جيش، فأي خطر هيحصل هنكون كلنا موجودين، بنرفض أي إملاءات وأي توجيهات خارجية من المجتمع الدولي. بنقول لهم خلاص بقى يعني سيبونا، مالكمش دعوة بينا، إحنا عايزين نكمل خريطة الطريق، عايزين ناخد قراراتنا بنفسنا، مش عايزين تدخل من حد. قرارنا المصري لازم يكون قرار مصري أصيل مستقل، عشان كده لازم نحافظ على الجيش لأنه المؤسسة الوحيدة الباقية في البلد القوية اللي قادرة على حماية الشعب وحماية البلد لحد ما نعدي بخريطة الطريق ونوصل إن احنا يبقى عندنا دولة فيها مؤسسات، فيها مجلس شعب، فيها حكومة مشكلة من أغلبية مجلس الشعب أيا كان الأغلبية دي هي مين، نوصل يبقى عندنا مؤسسات، عندنا ديمقراطية، عندنا حياة، نقدر نبني بلدنا من أول وجديد، وهو ده اللي احنا بنهدف ليه من وراء الحملة. حضرتك عارفة ان في عدة حملات خرجت وتعلن تأييدها للفريق أول عبد الفتاح السيسي لتولي رئاسة الجمهورية. حضرتك عايزين نعرف رأيك أو ردك على هل يصلح الفريق السيسي رئيسا لمصر، نعم أم لا؟ طيب لا، انت لو بتسالني بصفه شخصيه انا من اكبر امنياتي ان يتولى القياده في مصر حد بشخصيه الفريق عبد الفتاح السيسي، قائد بحق، راجل بحق، قادر على اتخاذ القرار السليم والجريء والصائب في الوقت الصح. لكن لو بتسأل على الحملة ملهاش أي توجهات سياسية، ملهاش علاقة خالص بمين هيترشح للرئاسة أو مين ما يترشحش للرئاسة، أيا كان اللي هيترشح للرئاسة دي مش قصتنا، احنا واقفين ورا الجيش لأنه هو ده اللي هيقدر يحمينا لغاية ما يبقى عندنا رئيس. أستاذة منال أغا، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم. شكرا لكم.